لما نسمع بالحروب العربية الإسرائيلية يتبادر الأذهاننا صورة جندي مصري يرفع علم بلده لجانب دبابة إسرائيلية محترقة، لكن الحقيقة هي أن مغاوير جيشنا البطل سطروا ملاحم ترفع الرأس بالحرب مع إسرائيل يشهد لها الصديق والعدو. فعلى سبيل المثال اللواء الإسرائيلي يعقوب عميدور أشار خلال الكلمة اللي ألقاها بمركز موشي دايان التابع لجامعة تل أبيب إلى جانب من هذه الملاحم وقال: العراقيين يشلحوا 5 ديفيزيوت أو 7 ديفيزيوت. عشان لو كيئنا نفسي، إلا كي ما شعصر إتصال بملحمة الشخرور وما شعصر إتصال بملحمة يوم الكيبورين برمات الجولان كبر أمرتي إتزه، ده صبا عراقي. ولخين لو استام نحن ديبرنا على صبا عراقي. جيشنا الباسل بحرب عام 48 كان يمثل ثاني قوة بين الدول المشاركة لتحرير فلسطين، واستطاع بوحدة من المعارك اللي خاضها أن يحرر مدينة جنين الفلسطينية ويقتل 50 جندي إسرائيلي، فيما قدم كوكبة من الشهداء. الفلسطينيين حتى يكرمون تضحيات الجيش العراقي سموا القرية اللي استشهدوا واندفن بها جنودنا باسم مثلث الشهداء. وبالنسبة لحرب عام 73 قدم جيشنا الحبيب دعم عسكري متميز للجيش المصري والسوري، وكان الأول بين الدول العربية ساندة من ناحية العدة والتأثير وسطر بطولات ما تنسي. رئيس أركان الجيش المصري الفريق سعد الدين الشاذلي يقول بمذكراته عن حرب أكتوبر: السرب العراقي أثبت نجاح كبير بتنفيذ كافة مهام القتالية، بحيث الوحدات البرية المصرية كانت الطلبة تحديداً للإسناد الجوي. الدعم العسكري العراقي للجيش المصري ما توقف عند هذا الحد. الرئيس المصري الراحل أنور السادات ذكر بإحدى كلماته اللي ألقاها بعام 1981: يوم انقرض الاتحاد السوفيتي علينا حظر كامل للسلاح، وتضمن هذا الحظر السلاح من أقوى الأسلحة اللي احنا بنعتمد عليها، وهو صاروخ الأرض أرض لونة، اسمه لونة، لقيته في العراق أرسلته لي العراق بلا ثمن. الدور المنسي بهالطريقة يحلو للمؤرخين تسمية بطولات جيشنا العراقي بالحرب ضد إسرائيل. بس إحنا لازم ما ننسى ونبقى نفتخر بهذه البطولات ونردد مثل جنودنا الأبطال بالمعارك: عليهم عليهم، بكل موقف نشوف بيه انتقاص من سيادتنا وبلدنا الحبيب.